الزواج في تونس قال لك الشاب باش ينجم يعرس اموره مريقله وترانكيل في ظل هالغلاء هذا الكل يلزمه ياخذ امراه هي تخدم وهو يخدم وكان لازم ياخذها بصغارها ويخدمه زاده. شو رايك؟ لا مش صحيح. تنجم تعرس من غير ما تعمل سبع ليالي وسبع ايام وحنة وحرقوس، معناها ينجم الزوز يعرسوا من غير تكلفة، معناها ما في عرس مادام فرحة العمر. اي مش مشكل، هما باش يكملوا يعيشوا مع بعضهم من الاخر العمر، سو معناها مش حاجة واو باش تعمل عرس تصرف فيه برشا فلوس ومن بعد ما يبي يتفاهموا وما يبي ما يتفاهموش، فهمت شنو المشكل؟ سو علاش المصروف الزايد؟ إذا كان أنت معناها مش قادر باش تصرف ياسر، علاش تصرف؟ معناها يلموا بعضهم يكتبوا كتبة صداق وعشاء ما بين الفاميليا الزوز وكها نسيت هذاك هو العرس. قداش تكلف عرسك سامحني؟ عرسي تكلف كل 50. 50 شنو؟ 50 100 دينار تونسية. ضمتي بدا يا اضحك يا استناني خلص توا بالحكاية. 50 دينار تونسية؟ 100 دينار تونسية، تنجم تقول 150 دينار تونسية. سينو وين عرسك انت عرست؟ في أمريكا. ما نسحقوش سبع ليالي وسبع ليالي وحرقوس وحنة وتية وصالة واستدعى العباد وعشاواتنا وما عندناش هذا الكل. باهي استناني خلينا نرجع لك على أمريكا. عرست في أمريكا. صرفت 100 دينار تونسية. أختي طيبت العشاء وكها وفات الحكاية. لبست روبا بيضا نو؟ إي لبست أنسومبل أبيض لسات. فماش طبلة وما فماش زبدة لا أختي فماش عليه ما حنيتش ما علاش فما ذا الكل؟ عرسك إي شبي عرسي يلزمني نعمل لا حنيت الحومة ولا؟ لا بالحق معناها المونتاليتي في تونس ما فهمتش علاش هكايا أنا. حاجتك بيه وهو حاجته بيك تمشيو للبلدية تعرسوا لسات. هذه عاداتنا وتقاليدنا من اول الدنيا. عاداتنا وتقاليدنا تخلي برشا عباد يصرفوا برشا فلوس، مسكينه تبدا هي ما عندهاش ولا هو ما عندوش. علاش تحصروا معناها الراجل؟ مادامك انت حاجتك بيه، هو شاريك وانت شاريته، وعليه المصروف الزايد؟ اللي باش تصرفوه مع بعضكم تمشوا تعملوا بيه فاكونس. تشري بيه دار، تحط اكونت في بانكا، تعمل اكونت، تشري كهرباء، تشري دار، تشري ارض. تمشي فاكونس علاه المصروف هذا الكل؟ هي انا نحكي لك اللوجيك معناها مش عادات والتقاليد يمشيو غادي يو نو معناها فما عباد ما ينجموش. راجل شهاري مسكين منين باش يخلط هو؟ منين؟ معناها يشنق روحه على خاطر باش يعرس؟ نفهم اللي انت يمشي يتسلف باش يعرس مو هذا هو نحن توانسه؟ يا هذاك هو يا عليه اختي خدام ينجم ياخو وحده يتعاونوا، لكن مش باش يتعاونوا باش يصرفوا، باش يتعاونوا باش يكونوا رواحهم، معناها يشريوا دار، يشريوا ارض، يبنيوا، يكونوا اسره، يستحضوا على الفلوس. تونسيه انت مدامه؟ بالطبيعه هي تونسيه ريتا، يا تونسيه. تتعلم. تفكيرك مختلف شويه. مختلف ياسر على التوانسه بصفه غريبه، خاطر والله اللي يعملوا فيه زايد. يبدا مسكين مشنوق هو مش شريت الكل، ما بين الاثاث تاع الدار. وما بين العرس وما بين بالضبط وكل حاجه تقري بقره وعلوش وخضره وغله عليه اختي خوخ اي عليه هذا الكل عليه بالحق عاداتنا مدام ليه انا عاداتنا اذا انت باش تعرس باش تتهنى مش باش تتهرس باش تتهنى بالحق والله ما فهمتش لعبتك كيفاش يفهموا فيها انا العرس هز مرتي نمشي نكتب كتبين صديق ونهزها ونمشي على رويحتي نمشي نعمل فاكونس على روحي فواياج دونونس نرجع نشوف اموري باش نبدا منين باش نبدا انا ومرتي. قداش عندك معرسه؟ عندي باش نعمل 3 سنين توا عرس. زوجك تونسي؟ لا. اجاني اللب الموضوع دونك زوجك اجنبي؟ اجنبي اه. امريكي؟ يا امريكي مسلم معناها يعني امريكاني مسلم. تعدينا بالمراحل كلها مسلم. جو مريقل. جو مريقل احنا موجود هو معنا ينجم يدخلها؟ لا ما يحبش ما يحبش؟ في بالك في تونس العرس يوصل حتى 120 مليون؟ باهي 120 مليون نجموا يعملوا بها حاجة ولا لا في وقتنا هذا؟ نجموا يشروا بها حاجة؟ ينجموا يكونوا رواحهم ب 120 مليون وإلا لا؟ ينجموا أوكي. ينجموا يعملوا برشا حاجات. قول للمسيو أنت عرفت عليه؟ في أمريكا وين؟ أنت تمشي وتجي لأمريكا؟ أي قبل العرس؟
لا ما جيتش انا قبل العرس. نو نو انت بطبيعتك تمشي لامريكا وتعرفتوا غادي؟ نو يا انا عايشه في امريكا. عرفتوا غادي وتعرفنا غادي. ما كانش عندك مشكله انك تتزوج باجنبيه؟ لا ما عندي حتى مشكله، بانه مسلم ما عنديش حتى مشكله. هو مسلم من الاول ولا كيعرفك انت؟ لا هو مسلم من الاول. سي محظوظه ما شاء الله. باش يقولوا لي ان شاء الله. به كيفاش علاقتكم؟ احكي لي. متفاهمين على الاخر، معناش مصروف الزايد. كل حاجه نتشاوروا فيها بعضنا. حتى باش نخرجوا نتشاوروا. مصروف نعرفوا كيفاش مصروفنا يبدا يكون منظم مريقل. باش يشري هو حاجه كرهبه يلزم يشاورني، هذه سافا والا لا. باش نشري انا كرهبه يلزمني نشاوروا. باش ننقلوا معناها لبلاصه اخرى، معناها لدار اخرى، نشوفوا معناها هذيك سافا والا لا. باش سافا معناها في مصروفنا زاده. الخدمه نتاعنا سافا، معناها نروحوا نحكيوا لبعضنا شنو هي نهاري كيفاش تعدى وشنو هي نهارو كيفاش تعدى. سافا يقعد في القهوه ساعه زوجك كل 24 ساعه؟ لا، زوجي من نوع اللي يمشي يخدم ويروح للدار. عنده طرحه نجنيك؟ لا، ساكت على الاخر. كالم كالم، تسمعش حسه؟ لا اي نو سي، باش تلقى راجل هكايا. نعرف نفهم. محظوظة على الاخر، الحمد لله يا ربي. محبة كبيرة. اي قداش قعدتوا مع بعضكم قبل العرس؟ مش ياسر. قداش؟ شهر. شهر كها؟ اكها ديريكت جاي من الباب الكبيرة. اها التربية محلاها، مش في تونس بركة راهو تلقى هكا برشا، معناها بلدان مجتمعات تلقى برشا عباد هكا مختلفين. يا الحمد لله. وانت علاش ما تشرطتش وقلت امريكي وفي سراه وجو باهي؟ لا ها اللي انا باش انا خاطر نعرف روحي اللي باش نصرفه في عرس، كنت نجم نصرفه في حاجه اخرى، نشري كهرباء. هذاك اش عملت؟ شريتو كهرباء. يا الكهرباء الاولى والكهرباء الثانيه هكاك عملنا. ميساج، انت قلت لي عرس يتكلف 100 دينار تنصيب. هكاك اعطينا ميساج للشباب خليهم يعرسوا على رواحهم باقل تكاليف. بالله لا تصرفوا، بالحق والله. نحيوا المصروف الزايد، لا هو حاجته بيك يحبك وانت حاجته بيه تحبه، لموا بعضكم عرسوا كيما جاي جاي عادي من غير مصاريف، واصرفوا الفلوس باش تصرفوها في حاجه تخص ما اهم، اللي هي الدار، اللي هي الكهرباء، اثاث حلو. بالضبط، اعملوا بيه حاجه تنفعكم نهار اخر. ما مصروف الزايد راهو ما عنده حتى علاقه، معناها كل شيء باش يمشي. شنو هو طرف التصاور هذيكم هما باش يقعدوا سوفينير. صوت نجم تعمل 20,000 تصويره حلوه من غير ما تعمل برشا مصروف معناها زايد.